طبعا بعد تعديلات بسيطة تمت. بس بقول لكم ايه، والله شبهي. استنى كده. طبعا بلعب جناح حر. دي الطاقات اللي هنبدأ بيها. الدوري الانجليزي على طول يا صاحبي، عايزين نبدأ في الدوري الانجليزي، وهو هيجيب لنا فرقة دلوقتي من عنده. افتح الطريق يا ابني عشان ما بشوفش قدام. انا المعلم وجاي اعلم على التخين. ايه ده اول ماتش مع باريس؟ ايه يا عم؟ يا سلام، جذب احمد رجب انتباه العالم كرة القدم فترة طويلة، ولكن بعد ان تربع على مرحلة القمة في كرة القدم. انا لسه داخل. بتعملوا ايه؟ فاحنا ايه بقى، هنخش على عادات النظام، هنقللها شويه، هنخليها محترف. اول ما الريت بتاعنا يعلى هنخليها اعلى، فاهم؟ وطبعا الماتش خلص ده عشان نخلص بسرعه، وانا هلعب اصلا اول ماتش. يا سلام، ده حطتني. التيشيرت ده بص يا عم. هو ده الكلام يا جدعان؟ احنا لسه ما لمسناش الكوره. طيب ايوه يا ابن اللعيبه، معاك اهو. والله كيك حلو. شفت انت؟ شفت ايه يا جدعان؟ بتعملوا ايه يا ابن اللعيبه؟ هسيب لنا بقى كده. ايه السرعه دي؟ حد ياخدها مني يا جدعان؟ يا ابن اللعيبه خدت بالك؟ هات يا الكوره يا ابن اللعيبه. ارتوبة ما تجريني يا عم، خد يلا 1 2 يا ولد، خد يا هي ولا ايه؟ هي ولا ايه؟ اسس. ايوه يا سلام على الاول اسيستات وبتاع. انا اهو يا جماعه، انا اهو ميدو اوتس بلاكس، اخدها انا. انا هطرد دلوقتي. ده هلا يا ابن اللعيب، خلاص يا جدعان ادهنا ده تاني. البار عالي قوي والله، كانت هتيجي. بس انا عامل شغل حلو، بس طاقتي ماتت. احنا لسه في الشوط الاول، 1-0 الاسيست بتاعي. اجري. فتحت لك. ايوه هات الكرة، اجيب جول والنبي. سكسسفول ميشن، احنا كده متصدرين. جامد الكلام ده. فاضل ماتشين، يلا بينا على الماتش الثاني. يلا بينا، بسم الله. ايوه ارفع. ماشي، بنحاول. والله. يلا ابن الهجمة بالراحة. جريني هنا، خليك معايا، امسك. ليه يا متخلف؟ جول. الشوط الأول خلص. نحاول نتعود بقى على الكاميرا الثانية، لأن دي أنا ما شفتش منها أي حاجة، وكان شكله وحش قوي، وأنا شايف إن الدنيا كده بايظة. فاول أحكم. يلا هيحول. بس احنا كده كسبنا يعني، بس ما جبتش جون برضه. كسبنا البطولة. فاحنا هنلعب نعمل الماتش ده تخطي ونشوف هنكسب. كسبنا 1-0. شوف أول ماتش في الدوري هيكون مع مين؟ مع أنا في التشكيلة الأساسية تاني. هو كده خلاص، أنا أثبتت نفسي. أول ماتش في الدوري الإنجليزي لازم نكسب. مش شايف الكورة يا جدعان، الكاميرا دي وحشة قوي على فكرة. يا نهار أزرق، الحمد لله. بنحاول وقريبين قوي على فكرة. طيب؟ أنت طلعت، أنا بخش مكانك. شوف الابداع، شوف اللمسه، يلا بقى. شوف الكره الجميله،
اول جون ليا في مسيرتي الكرويه. بص يا جماعه الجمال، بص دخلت جوه منين، بص 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 بص، وطلبت كوره يا ولد. كانت قريبه والله. حلو بحب الاجواء دي قوي. ايه ده؟ جاب جون في نفسه. انتوا مين يا عم؟ وات ذا؟ اجري بقى انت بقى. اجري انت بقى 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 بقى. ارجع لورا يلا. يحاول ان يسدد الكرة من هنا. منين؟ يخرب بيت الباور. هو المفروض يكابتني بقى. اول جيم باول فوز الحمد لله. احنا الاول، احنا الاول اصلا. عندنا مع مين الماتش؟ مين الماتش ده؟ جايزة افضل لاعب في اوروبا. يوما ما على فكره، يوما ما. الماتش جاي مع مين؟ خفف الباور، خفف الباور. والله كانت قريبه. يا نهار ازرق على العرض يا جدعان. يا مستوى 6-6. لا 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 تعادل. نفس الثانية ما بنفهمش احنا. اجري يلا يا غبي يلا، كنت هتاخدها. نوب. ستارتو. يلا يلا. يلا هو خد الكرة. طيب خد الكرة. ده 88. وهكذا انتهت المباراة مع انطلاق صافرة الحكم. تعادل. بس الحمد لله احنا تعادلنا، الحمد لله تعادلنا. المركز الثاني كويس. اليوم الأخير لفترة الانتقالات. أنا هداف الدوري، أنا هداف الدوري بثلاث أجوان. الإنجليزي وأول ما تقولش. تم إعلان عن فريق الشهر. بيت الشيخ خلصت وانا لسه ما صبرتش.